البنيته منين هي شافت البنيته دخلت تحت الطابله كتمارس الجنس وتار انتباه كتمارس الجنس بحركه جنسيه تحت الطاوله مخبيه وكتمارسهم. انايا كنبغيت الاب ديالها يكون معاها حيت يعني واخا الطلاق تبقى الابوه شيء اخر لا علاقه بالطلاق. راه شهادات اسره كاينه لا كتمارس بحوايجها وكدير حركات جنسيه اللي مخله للحياه. من طرحت على الاستاذه السؤال اشنو هادشي بنتي شكون دارو جاوبت بابا. عيطت انا كأم كنقول العلاقه ديال الاب مع البنت خصها تستمر ولو تكون الحياه كانت تفارقوا في الخير وكانت الانسان ما يعني ما قدر الله كيتصرف. طبعا الحال شيماء هاد القصه هذه غتصدم المغاربه خصوصا بعد ما انت كتقولي بانه الزوج ديالك اللي هو الطليق ديالك اللي كيمارس على البنت ديالو يعني واحد الاشياء اللي هي مخل للادب ورغم هو انه استاذ ديال التعليم بالسلك الثانوي كما قلت لنا القضيه ديالك دابا كاينه في المحكمه. السلام عليكم بدا. السلام عليكم ورحمه الله. حاول تحكي لنا القصه ديال البنيه ديالك اشنو وقع لها مع الطليق ديالها اللي هو الاب ديالها بطبيعه الحال. انا اول حاجه ما جيت لعند سيادتكم الا وتنطالب بحق ديال البنيه هذه تنطلب حق هاد البنيته هادي وانا خجلت من خوتي المغاربه نخرج ان الامر بالتيسحي المرأة من السمع ديالو وانا انا قريت وهذا وعندي اصدقاء ديالي ما خرجش للمنبر هذا والا انا رانا مضروره والنفسيه ديالي حتى هي راها يعني في حاله اللي ما يعلم بها الا الله كأم اول حاجه وكانسانه ثاني حاجه وكمسلمه وانا انا من هذا المنبر تناشد سيدنا الله ينصره جلاله الملك نصره الله واياده وتناشد الاسره العلويه راه انا سيدي محمد السادس الله ينصرك امير المؤمنين الله ينصرك راه تيضرب بك المثال انا راني في حاله يرتاها لها راه هذه مده عامين وانا في حاله يرتاها لها اسيدنا شوف مني من حالي انا رانا ماشي عام مواطنه مغربيه راه تول الاب ديالنا الروحي وما التجأت لهذا الباب الا وراجيه منك وطالبه منك انك تشوف فيا وانا راه البنيته ديالي راه ما جيتش حتى انا لحم وادم ما ولدتها تتعذبت عليها وعطاني ربي هذه النعمه وقال لك كل انسان مسؤول على الرعيه ديالو مسؤول على البنيته وكل ما كل ما انا تبلغت من الاستاذه اللي كتقري هذه البنيته بهذا الامر ما قلتهاش الا ما صار المحاكم انما المحاكم انا تبلغت في شهر 6 ديال 2023 لا ديال 2022 البنيته كت شنو اللي قالت لك الاستاذه بالضبط؟ انا اول حاجه سيدي انا كنقري البنيته في لاكريش في مؤسسه يعني جمعيه وهاد البنيته هادي كتمشي من 8 الى 3 الا ان هاد البنيته كيجي باها يديها اللي هو الطليق ديالي انا باها الامر ديالك كيديها تيديها عطات المحكمه كيديها تيديها انا كأم كنقول العلاقه ديال الاب مع البنت خصها تستمر ولو تكون الحياه كانت تفارقوا في الخير وكانت الانسان ما يعني ما قدر الله كيتصرف انايا كنبغيت الاب ديالها يكون معاها حيت يعني واخا الطلاق تبقى الابوه شيء اخر لا علاقه بالطلاق صله الرحيم اي حاجه كيجي يديها في امان الله كيجيبها ما عمرنا عندنا نهائيا النيه ان هذا السيد غيصدرنا من هذا الفعل وكانه كرجل تعليم كما كيقولوا الناس التربيه قبل التعليم هذا اللي كنعرفوا حنايا كما قراونا الاساتذه ديالنا الكرام باش نمشيو يعني ب يعني ب درجه درجه بطابطة البنيه ديالك من دازت كان الاب ديالها باقي معك؟ دازت عند امه تدعت 4 شهور وجيت المنزل ديالنا وداك الشيء ومشى ما صار الطلاق صافي البنيته انايا قول الدريه كانت عندها كاع صدرنا الطلاق يمكن شي باش عام ولا 8 شهور ولا هكا على حسب زعما البنيته باش القانون كيدير هكا صافي وتما وهي كتعيش معايا البنيته الاول ملي كان الزوج ديالك يعني كانت الامور عاديه خويا انسان ملي تيجي الفراق ما تنعذرو على حتى شي حاجه تيجي الفرق صافي كل واحد يشد الطريق ديالو بدون مشاكل بدون حتى شي حاجه لان هذا هو اللي تنعرف انا صافي والبنيته كتبقى بنتو وبنتي فهمتي كما دار والدينا حنا كنديرو كنكملو نفس التربيه اما المشكل الوحيد انا باها وعلى عيني وعلى راسي انا المشكل الوحيد اللي ضرني في خاطري هو واحد الفعل فقط ما تتهمنيش شي حاجه. مشى الاستاذ ديال البنيه ديالك شنو قالت لك بالضبط؟ الاستاذه ما قالتش لي انا انا الاستاذه قالت لامي اللي هي مشات جابت البنيته من المدرسه. شنو قالت لها؟ قالت لها البنيته منين هي شافت البنيته دخلت تحت الطابله كتمارس الجنس
وتار انتباه كتمارس الجنس بحركات جنسيه تحت طاوله مخبيه وكتمارسهم، راه شهاده الاستاذه كاينه لا كتمارس بحوايجها وكدير حركات جنسيه اللي مخله للحياء. من طرحت على الاستاذه السؤال اشنو هذا الشيء بنتي شكون دارو، جاوبت بابا. عيطت من جات ماما غتديها من المدرسه قالت لها غتبقاي معايا حتى نهضر معاك تخرجوا الناس. قلت لها البنت ها قالت وها قالت، عاودوا سولوها قالت بابا. صافي ما كتبش عليك تما، كانت انا من سمعت داك الخبر راه ما نقولش راه خوتي المغاربه غيحسبوا راه حاله يورثها لها. من سمعتي الخبر ديال انه كاين حالات ديال الجنس عيطتي للطلاق ديالك؟ ما كانت ديال صدمه، ما صافي ما انا في حاله صدمه، حاله صدمه ما انما داك السيد ما نتوقعش منه انا شي باها يعني باها يعني وراعي يعني باها ما كيفاش حتى العقل ديالك غتصور وانت كبرتي مع اب وكبرك وقرك ووصلك شربك ما كاين حتى شي اشكال، عمرنا ما شفنا شي في العائله ديالنا. انت هذا الشيء كتسمعوا كيجيني بديهي فهمتي، تولى عندي في قلب الدار فهمتي، انا نسمعوا راه انا حالتي ماشي طبيعيه، حالتي نفسيه مدمره. شنو درتي في اول لحظه من سمعتي الطلاق ديالك كيدير هذا الشيء؟ صدمة 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 كبيرة في حياتي، صدمة لأن حياتي كانت غادا بواحد الاتجاه وحياتي مشات في اتجاه آخر اللي هو اتجاه المحاكم. وأول حاجة جات الأستاذة كتسول على بنيتها كي دايرة الحالة النفسية ديالها، راه شهدت في المحكمة وطلعت شهدت معنا تنشكروها من هذا المنبر وقالت اللي كاين، قالت داك الشيء اللي شافته عينها واللي يعني واقعي فهمتي. من بعد اتجهنا للمسار ديال المحاكم وهذا هاد السيد هذا جاد، وقعت المواجهه عند قاضي التحقيق، مشينا للبوليس اول حاجه تواجهنا قالك ما كاينش استماع ان الدريه قاصر. طلعنا لحنا عند قاضي التحقيق حتى هو دار الواجب ديالو، واخا انه كانت واحد شويه واحد المده طويله شويه تاثرت نفسيتي وتعبت بزاف، كل يعني كل مره كطلع المحكمه والبنيته معايا مرضت نفسي يعني نفسيتي دمرت، كتحس براسك كل مريض مريض، وهادشي مجرد سمعت شي تيمرضك في حياتك. والناس كتسول والمجتمع ديالي ولا عارف، المدرسه كتصيفط ايكول بنت كيسول على باها كتقول لي اول سؤال كتقول بابا ها شنو دار ها شنو دار، حالتي يورثا لها بمعنى الكلمه، حالتي يورثا لها. اغلبيه المغاربه هاد الحكايه اللي كتحكي ما تخش لهم العقل، فغير حتى اللي يقول بانه شي ما عندها يكون عندها شي هدف باش تغرق الطلاق ديالها. واش مشيتوا ملي مشيتوا للكوميساريه بطبيعه الحال تم استدعاء الطلاق؟ ما شفتش انا يعني دخلت بوحديتي مع بنتي ما كانش نشوف بنتي ما بغاوش، ما قالت ما يتحررش لا محضر لان ما قاصر انا اللي هضرت ما تحررش المحضر ديالها كانت باقا صغيره، قال لك باقا صغيره صافي انا اللي هضرت. مشيت عند الطبيب؟ مشيت عند الطبيب. شنو قال الطبيب؟ الطبيب كاينه طبيبه دارت سيرتي في دارت شهاده طبيه بانه كاين احتكاك عند البنت كانت طيبه من تحت وطلعت لا جديد ولا قديم كاتبه كل شيء في شهاده طبيه في تقرير، وتنشكرها من هذا المنبر طلعت وخلات المكتب ديالها وادت الواجب ديالها امام السلطه القضائيه وتنشكروها لان ما هذا الشيء تيديروه المغاربه الاحرار. وتم البنيته حتى هي راه طلعت عند قاضي التحقيق وداروا لها الاستجواب الفردي بحضور ديالي انا وواجهوها مع الاب ديالها. شنو كتقول قدام الاب ديالها؟ كتقول لهم راه كيدير لي هنا وكيدير لي حتى في الجهاز التناسلي، وكتوري لهم كيفاش الحركات السطحيه على الارض كيفاش كيدير لهذاك الشيء، وقالت لهم حيد لي الحوايج دياولي، وكتوحي بحركات الجنسيه ديال الرجل كيفاش كيمارس الجنس. راه هذاك الشيء كل شيء راه امام قاضي التحقيق، كل شيء تجي على اذن ديال قاضي التحقيق وجابوه حتى هويا وتمت المواجهه وقالت تقول لهم بابا وشارت ليه، ويعني داك الشيء عاودته ثاني كما هو بانه شنو 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 البنيته كتعاودو. وتا دابا مدوزوه عند الجنائيات في حاله صراح. هاد السيد هذا تيقول لي ما عندك ما تصوري مني، وانا انا مواطنه مغربيه وحنا كنا سواسيه 9 شهور والقانون لا يعلى عليه والحق لا يعلى عليه، والله ينصر سيدنا ايده الله ونصره والاسره العلويه مادام كاين سيدنا لا خوف في هذه البلاد، لا خوف في هذه البلاد. انا اعز حاجه عندي هي سيدنا، ما كاينش من فوق منها يعني. واخا يقول لي هذيك الكلمه ديال ما عندك ما تصوري مني، انا كنفتخر بالمملكه ديالي وكنفتخر بالقانون ديالي وكنفتخر بالمسؤولين وكل شيء، باغا حق البنيته ديالي.